الرقم. ما بين كوميديا تساهم في تقييم المسار وبين القصيدة والطرب، تعيش هذه الجماهير هنا في الحجرية أجواء عيدية استثنائية. على خشبة المسرح كوكبة من الفنانين والمبدعين ضمهم المكان، بالإضافة إلى حضور رسمي وشعبي حافل يتنوع بين قيادات سياسية وعسكرية وإدارية، وبين نخبة من الأكاديميين والمثقفين، ومساحة أكثر اتساعا للمرأة والطفل. تعز تعيش، تعز الحياة، تعز تودي تحمل رسالة الحياة، تعز تحمل رسالة الحرية، تعز تحمل عدة رسائل لمن يفهمها. هم دعاة المدنية، وأنهم بالفعل يستطيعون أن يغيرون الواقع من الواقع الأليم، الواقع المر، إلى واقع أجمل. هذه هي الحجرية، قلب تعز، رغم الحصار ورغم البغي الذي تعرضت له، إلا أنها صامدة صمود الجبال، تقتدي بالأوائل الثوار في 26 سبتمبر النعمان وشرقبي وغيره وعبد الرقيب. في هذه المديرية الواقعة في مرمى صواريخ الميليشيات الانقلابية، ثمة إرادة تجيد صياغة الفرحة في الزمن العصيب. عيدنا غير، في أرض الخير في الحجرية، طبعا هذا للموسم الثاني في العيد. برغم الحصار ورغم الحرب ورغم انقطاع الرواتب ورغم المعاناة التي يعيشها أصحاب تعز، فهذا العيد يزرع الابتسامة لكل الأطفال ويمنح البهجة. رغم القسى والأسى نحن نعيش ولن نقف ولن نيأس أبدا. نحن شعب دائما نسعى للخير وللفرحة للأطفال، وهذا دليل في التربة. مع بدء الحرب ووفقا لإحصائيات المنظمات المدنية، استقبلت هذه المديرية 500,000 نازح من محافظات عدن ولحج وتعز المدينة، وها هي اليوم تعيش فرحة العيد رغم المخاطر. حوار هنا بين الريشة والوتر، وحوار هناك بين الأصابع والزناد. تلك هي مديرية الشمايتين، أول مديرية تنتزع حريتها من قبضة الانقلاب على مستوى البلاد. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.